بس كويس ان انت عارفه اصل المشاكل جاي منين، اصل الحاجات جاي منين. يعني انت واعيه انه الطريقه اللي مامتك كانت بتتعامل معاكي بيها والتوقعات بتاعتها اللي كانت بنياها فيكي وعليكي هي سبب ان انت تحت الضغط العصبي ده. انا ما بكبرش المواضيع دي قوي في دماغي، اقول لك ليه؟ عشان احنا بالذات في العرب مش زي الاجانب، عارفه لما مامتك تزعق لك هيمسكوها يسجنوها، ما عندناش الكلام ده. يعني انت مامتك بتجري وراكي بالشبشب، مامتها هي حره، فمامتي بحبها زي ما هي. فلا ما بلومش على امي قوي، بس انا عارفه ده جاي منين. فاهمه قصدي؟ وكمل معاكي بقيه حياتك. كمل معايا بقيه حياتي عشان هبقى صريحه معاكي. انا عمري ما اديت لنفسي بريك ان انا اي ديسكفر ماي سيلف. عارفه طول الوقت انا عايز اعمل كذا، لازم اعمل كذا. يعني طول الوقت بتلاقيني بعمل حاجه في حياتي ام تو بيزي ان انا اقف قدام المرايه كده ابص لنفسي، انت كويسه؟ انت تمام؟ طب انت هابي؟ انت عمري في حياتي ما كان عندي الوقت ده. ده اثر على حاجات كتير في حياتك، على ناس حتى حواليكي مش عليكي لوحدك، صح؟ اه، اثر على ابويا اكتر حد. يعني ابويا كنت حاسه في اخر ايام عمره ان هو كان فيري كان حزين عليا. ابويا كان شايف ده وحاسس بيه، كان شايف كل حاجه. كان بيجي ساعات ببقى نايمه بيجي، عارفه اللي هو يبص عايز يشوف اذا انا عايشه ولا لا، بعيط ولا لا. ابويا كان ابويا قريب جدا مني. كان بيقول لك ايه قبل ما يموت؟ قال لي نفسي اشوفك مبسوطه، مش عايز اشوفك متضايقه تاني. يعني قال لي حاجات كتير قوي. وقبل ما يموت واحنا رايحين للمستشفى وانا عارفه ان هو هيموت اليوم ده، قال لي عمرك ما تبطلي تغني. بس مش عايزه اعيط، ما تعيطيش الحلقه دي. انا عايزه الناس المرات بس تعرفها، مش عايزه الناس تبقى مش عايزه اعيط، بس ربنا يرحمه. بس انا عارفه ان بابا دلوقتي لو شافني هيبقى مبسوط عشان انا في اسعد اوقات حياتي. يعني انا مرتاحه اول مره في حياتي ابقى في حته انا برايورتي بالنسبه لنفسي. ليه؟ عشان اكتشفت انه مهما انت بتبقي كويسه قوي مع اهلك او ولادك او الناس اللي حواليكي، انت لو بجد مش كويسه هم بيحسوا بده. الناس اللي بتحبك قوي بتحس بده طبعا. فانا حسيت في وقت معين ان انا وصلت لمرحله ان انا بدي، بس عارفه انا تعبانه فما بديش فول انرجي. فحاسه انه بتدي يعني حاجات مش بتديها لنفسك، صح؟ فهي طالعه منقوصه. برافو عليك. وطالعه بستريس، وبحس انه فعلا الحاجه ناقصه زي ما انت قلتي. اساسا انت لازم تبقي فعلا انت اللي مبسوطه الاول عشان تعرفي تاخدي بالك من كل اللي حواليك.